أيام قليلة قبل نهاية جولة الحوار الوطني الذي تقوده لجنة الوساطة بقيادة كريم يونس الأخير، يلتقي قيادات من جمعية العلماء المسلمين الذين قدموا انشغالاتهم ورؤاهم للحل النهائي من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من 7 أشهر. الجمعية وفي تصريح لرئيسها عبد الرزاق قسوم أكدت على ضرورة تغيير الحكومة والذهاب إلى الانتخابات في أقرب الآجال. القضية قضية منهج، ما دام هذه الحكومة جات في ظروف معينة ونحن مقبلين على عهد جديد، ينبغي أن تكون أيضا الحكومة التي تشرف على العهد الجديد تكون حكومة جديدة. والحكومة الجديدة هي ماذا؟ هي التي تكون توافقية وذات كفاءات وتخدم الوحدة الوطنية والعدالة العامة للانتخابات القادمة. القيادي البارز في جمعية العلماء المسلمين عمار طلبي أكد بأن الجمعية لن تقبل إلا بتنظيم انتخابات شفافة وبعيدة عن أصابع الإدارة. أننا لابد أن تتكون هيئة ذات سلطة لها قانون يحكمها ويوافق عليها البرلمان لتكون لها سلطة قانونية وسلطة مالية مستقلة من أجل إجراء الانتخابات ومراقبتها من أولها إلى آخرها، وأن لا تتدخل الإدارة سواء الداخلية أو الوزارة أو الولايات أو البلديات في الأمر. جمعية العلماء المسلمين إذن حسمت موقفها النهائي من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من 7 أشهر، حيث دعت إلى ضرورة نقل حراك الجزائر من الشوارع إلى صناديق الاقتراع.